موجز الأخبار من قناة الجزيرة نور، مشاهدينا أهلا بكم. بداية، أعطى وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم إشارة تصدير منتجات مصنع سيماف ببجاية إلى فرنسا، وحسب بيان للوزارة بعد زيارة وزير الصناعة اليوم الأربعاء إلى مصنع سيماف ببجاية، فتتمثل هذه المنتجات في ثلاجات تجارية وأجهزة أخرى. وأثنى الوزير على هذه الخطوة من الشركة المختصة في صناعة الثلاجات التجارية وتجهيزات المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها. وتفقد الوزير أجنحة المصنع حيث استمع إلى عروض من طرف مسؤولي الشركة. عن آخر، تقدمت مؤسسة اتصالات الجزائر بتهانيها للشعب الجزائري بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكشفت عن وكالتها المفتوحة خلال هذه المناسبة. وحسب بيان لذات المؤسسة اليوم الأربعاء، تضمن اتصالات الجزائر الدوام من 9 صباحا إلى 3 مساء، وهذا من أجل الحرص على استمرارية خدماتها طوال هذا اليوم. وفيما الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت فهي كالآتي: على مستوى الجزائر العاصمة، كل من وكالات حسين داي، برج البحري، باب الزوار، بن مهيدي، عين نعجة، وبرتوتا، زيرالدا، عين البنيان، وبن عكنون. قال وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم إن وحدة النسيج ساهمت بشكل كبير في إنتاج الكمامات. وأكد وزير الصناعة علي براهم على ضرورة التسويق الجيد للمنتوج المحلي الذي يتميز بالجودة، وحتى الوزير مسؤولي المجمع على ضرورة مواكبة متطلبات السوق وتطوراته، وتنتج الوحدة مختلفة البدلات الرسمية لمختلف الأسلاك. قال المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خميسي بزاز إن الاحتفالات الرسمية بذكرى مولد الخير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيكون لها نكهة خاصة هذا العام بعدما تقرر فتح قاعة الصلاة بجامع الجزائر هذه الليلة. وأكد خميسي بزاز في تصريح للإذاعة أن فتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر في ذكرى مولد خير الأنام يعبر عن انتمائنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن هذا لون من ألوان العاطفة القوية التي تملأ قلوب الجزائريين، هي رسالة للمحبين ورسالة أيضا لغير المحبين، أن هذا الشعب له انتماء وله هوية وله عمق تاريخي، وهو ارتباطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعلن رئيس عمادة الأطباء وعضو متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر العاصمة بقات بركاني عن تسجيل ارتفاع يومي في الحالات المؤكدة. وقال بركاني في تصريح إن الارتفاع اليومي لعدد إصابات كورونا يلفت اهتمام السلطات. وأرجع بقات بركاني سبب ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بوباء كوفيد-19 إلى تراخي المواطنين وعدم احترامهم للتوصيات الوقائية. وقال المتحدث: هذا المرض لم ننتهي منه بعد ولم نجد له لقاحا يقينا من الإصابة، والأمور ستزيد تعقيدا بقدوم الشتاء. وفي موضوع آخر، لأول مرة في تاريخ جامعة الجزائر 2 الطالبة مليكة المداني تتحصل على العلامة الكاملة 20 من 20 بجدارة واستحقاق في مناقشة مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر تخصص اللغة الإسبانية. الطالبة معروفة بجدها وتفوقها في طلب العلم طيلة مسارها الدراسي، كما أن المذكرة لا يوجد فيها ولا خطأ، وبشهادة الأساتذة المشرفين من بينهم مشرف أجنبي. ألف مبروك والعقبة للدكتور دكتورة إن شاء الله. صدق القضاء الفرنسي أمس الثلاثاء على القرار الذي اتخذته الدولة بإغلاق مسجد بانتين في منطقة باريس، وحسب بيفام تي في سيبقى المسجد مغلقا لمدة 6 أشهر، وتم اتخاذ قرار إغلاق مكان العبادة بعد تفجير كونفولان سانت هونرين. وطعن مسؤولو المسجد في القرار حيث قدموا استئنافا إلى المحكمة الإدارية. مشاهدينا، وللمزيد من الأخبار الدولية نترككم مع الزميلة كاميليا بن جلالي. خرج متظاهرون إيطاليون للتعبير عن غضبهم بسبب تشديد الإجراءات للحد من انتشار كوفيد-19، وذلك بغلق المطاعم والحانات وكافة المسارح وصالات الرياضة ابتداء من الساعة 6 مساء لمدة شهر. ووقعت حوادث عنيفة ردت عليها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع. اصطدمت سفينة حاويات بكاسحة ألغام تابعة لأسطول اليونان،
قبال ميناء بيريوس، حيث قال مسؤول من حرس السواحل أن 2 أصيبا بجروح طفيفة، وأضاف أن طاقم السفينة المتكون من 27 فردا نقلوا إلى مكان آمن. شهد ميدان كابوستينيار جنوب روسيا مناورات واسعة نفذتها قوات الدفاع الجوي بأحدث الأسلحة، وصدت القوات حسب المناورات ضربة مكثفة بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الضاربة. تم تثبيت أكثر من 20 نموذجا من 9 أنواع مختلفة من حيوانات عصور ما قبل التاريخ بمختلف الأحجام، ليتوقف راكب الدراجات والمشاة لالتقاط صور مع الديناصورات العملاقة. في العاصمة البوليفية لاباز، يعلق السكان أمالهم على مشروع فني حضري ملون صمم خصيصا لجلب السياح من كل أنحاء العالم، وهو الذي يشهد تراجعا قياسيا في أعداد السياح، ما ضرب بشكل كبير قطاع السياحة. مشاهدينا، وبالمختصرات الدولية نصل إلى ختام الموجز الإخباري. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.